دق أحد باب مساء، أيوجد أحد بالأنحاء؟ ربما هذا صوت هواء يأتي من الشباك مساء. أيوجد أحد بالأنحاء؟ أغلقت شباك الغرفة حتى تختفي هذه الدوشة. يبدو أني الآن أنام بهدوء راحة وسلام. وفتحت الباب بقوة وصرخت أف للجلبة. قيد بطفلة لا أعرفها، لا تعرفني لا أعرفها. قلت لها من أنت ولم أنت في بيتي؟ قالت أنا سأعيش هنا، هذه الحقيبة وهذه أنا. أفضل من منزلي.